جميع الأراضي لأهل بتير يسمح لهم باستخدامها باستمرار دون أي عائق مقابل السماح للقطار الإسرائيلي بالمرور من أراضي قرية بتير. يعني أنا بسمح له يمر مقابل أني أنا أستعمل أراضية في المنطقة حدود 67 وما قبل 67 أراضي بتير في 48. سكة القطار في البلد كان هو عنصر حيوي وفعال جدا لعدة عوامل اللي أعطت الناس فرص جديدة للوصول والتنقل. أهم مدينتين موجودات في المنطقة بين القدس ويافا. الفرصة الثانية اللي أعطاها القطار لأهل البلد هي التعليم، وهان صار في استثمار من قرية بتير والقرى المحيطة إنه الناس تبعت أولادها يتعلموا في القدس. الفرصة الثالثة كمان اللي أعطاها القطار للناس هو تسويق منتجاتهم الزراعية. أول ما دخلت إسرائيل بقولوا يعني للعرب اللي بده ينزل في القطار يوم العيد أو بعد العيد أو شبه النهار يجي على محطة بتير أو على محطة القدس من هناك.